مساء النور عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير، اموركم كلها بخير. كيف دايرين مع هذا الحر؟ كيف دايرين مع هذه الصهودات؟ الله يرحمنا في هذا الصهد، الله يرحم الاموات ديالنا، الله يبرد عليهم يا رب في القبور ديالهم. كنتمنى تكونوا بخير وصحيحتكم وليداتكم. خالتي الزوينات كنتمنى تكونوا نتوما بخير. غبرت عليكم واحد شويه، المهم كانت عندي شي ظروف وصافي، ولكن اكيد رجع عليكم ان شاء الله، يعني موانسه بكم متونسين بيا، وهذه هي الحياه يعني. فان شاء الله اليوم هذا النهار غادي يكون فلوق، تكون خرج نخرج شويه هكذا، نفوجوا شويه ونهضروا في شي مواضيع. المهم هنا في الفطور درت واحد شويه ديال البغرير، ان شاء الله ما شاركتوش معكم، ان شاء الله المره الجايه غادي نشاركوا معكم، كيجي ناجح كيجي سويون. انا هذا درت تجربه، كنت غادي نجربه بديك السميده ديال المزار. المهم المره الجايه غادي نشارك معكم واحد البغرير اللي هو زوين ان شاء الله. فكما كتشوفوا هنا صافي درت صوبت غير واحد شويه، ودرت معه واحد البريريت ديال اتاي، ضروري مبرد ديال اتاي هكذا يعني على الصباح، نعناع بشويه ديال الفليو شويه ديال الشيبه ضروري. المهم انا كانت عندي واحد الشيبه كنت جبتها المره اللي فاتت، يعني العام اللي فات واحد شويه، وكنت لايحه في الفريكو، يعني لحتو في الفريكو كنلوي في السلوفان وتلوحو في الفريكو، وبقى ليا مزيان. ملي كنجبدو كنجبد غير واحد شويه صافي، وكنغسلو وكنديرو عادي بحال يعني. واخ ها اتاي. المهم محمود راه كلا شوفان مع التفاح مع الطرفه. البنات اللي قالوا لي شاركي محمود، البنات اللي قالوا لي شاركي معنا الوصفات ديال محمود، ان شاء الله دابا نشارك معكم، ندير لكم فيديو بوحدو ونشارك معكم الوصفات ديال الفطور ديال الغداء وديال العشاء وديال السناك على شله. يلا نفطروا ان شاء الله وغادي نخرجوا. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ها انت بن بخير. كتعاود عرفتو هاد الساك دابا؟ هاد الساك راه ماشي هاد، ماشيش مع القميجة، هذا في حوايج محمود. محمود محمود طالع لي الدم، الله ينعس يعني. راه قالوا لي داك النهار ديال لي كاسكيط، انا غادي نشريها لي كيما نشري لي كاسكيط. ودي محمود محمود المهم حنا في كاريفور، كنا ماشي مسكين ديريا، عند ولد لوسيوس نطلع ليه داك الشيء، المهم راكم عارفين كل سيمانه تنقاد صافي. ونزلنا لهاد كاريفور هذا في الطريق، هادي عرفتي شحال ديال الصهد باش نلعبو محمود شويه في الالعاب ونتغدا ونشوف شنو هي هاديك. تلقي لي قح فيروس هذا، اش كل باقي كيغسل خذ خويا انت، انا مالي معطيك في السفر اللي دخل. ما انا ما واخداه على خاطر ناخذ سفره ثانيه تغدي صافي، ما بقاتش دابا راه غادي يركن واحد اللي قح اخر. المهم دخلنا للمول هنايا نشوفوا العاب ديال محمود. يلا شوف شوف هاد الشيء، شاف شي حاجه قال لي شنو هي؟ ماشي العاب هذيك، هذوك راه حوايج. عرفتي قلبوا لي على الالعاب وشوفوا الالعاب هنا. حنا في سيتي سنتر اسكندريه. ياك انا كنعرفها كارفور و مول كبير يعني. من زمان يعني داخل في 20 سنه. هو كبير زوين، فيه هذا الفود كورت ماكله وفي قهاوي، في كاريفور، في شحال من حاجه، وفي الالعاب. بالحق باش كان عندنا الطوموبيل كنا كنمشيو ليه نيشان، ولكن دابا نزلنا وهذا عاد الا بغينا نمشي نكملو اسكندريه خصنا نركبو شي حاجه اخرى. المهم نتمشاو ونرتاحو عاد باش نكملو. شوفو مات الاسعار كبيره، غلات الاسعار تحطو هنا ولا عاد؟ اكيد ياك. شحال هي؟ يلا المهم وجعنا راسنا الحمد لله الساعه. محمود اول مره غيلعب في الالعاب، نشوف اش غيدير دابا. هو كيعرفهم ايه يعرفهم، كيقول لي شنو غادي شكي كيدير، كيقول لي شنو غادي تشيل الطوموبيل ولا شنو كيدير. خذ من عندك بقى فيهم ساكن هادو اللي كيبقاو يمدو الريحه وهذا، ولكن بقاو فيه ريحته زوينه دايره بحال شانيل. نزع عليه واحد هذيك صح ماشي، يقول لي ايه والله انت بحال شانيل، هذه ريحتها بحال شانيل، ديك شانيل تشانس خمسه، ديك الريحه اللي تتكون سوين تتكون زوينه. لا طب شم ديك كذا الريحه اللي جمعت وراه هي عندك في العين، وراه هي شانيل تشانس. لا والله شانيل تشانس عرفتي بشحال كنت كنشريها ب 500 درهم اماراتي؟ والله كنت مبرعه راسي كنت مبرعه والله حتى 500 درهم مع كنت خدامه في الامارات، وكان جنب مني داك فيسس وداك الشيء ديال
ما كاينش ودوك انا ومازال كانوا كيعطيو لينا خصم يعني ثمنها وكانوا كيعطيو لينا عليها خصم ثمنها 2500 جنيه مصري 500 درهم يعني بقى ما نسيت قرات من ربي 2500 سوري ومغربي شحال 2000 درهم 40 دريه كنا عايشين في الامارات ما كاين 10 كنا صرف وخرج ودور وكل وشرب الحمد لله والله حتى كنا مبرعين الحمد لله اللي بغى يعيش اللي بغى يعيش ليش ريحته زوينه ساكن زاه احسن خيره شوف شوف واو قطار غير اليوم هذا في الدين كتبوا يديو غير طب ما بعدين طيب هذا الفود كورت عامر نجي نقلب لك على شي بلاصه انت شوفوا شي بلاصه فود كورت نرجعوا لكم وي طلبنا شاورما يلا كلكم من الصداع الموسيقى تغدينا الحمد لله جينا دخلنا للالعاب ناري شحال ديال الصداع وانا راني ما يمشي تبعها كتشي في الصف هادشي في الصف محمود محمود اللي بيلعب وينا ولكن ما فات واحد بودي 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 محمود 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 بودي حلو الله 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 يجمو ملا مرأي كدير بحالك أبودي مني كتكون تشطا بودي بودي واو شو هاد الطوموبيلات هذيك اللي الفوق زوينه ولكن كدوخ هالالعاب ودي شحال هادو كتربحهم تتلعب وتربحهم ها تتلعب حتى كتلعب هاوا قم باسقاط جميع العلب من الرف كتدير لاكارت واقيله هنايا كدير لاكارت واقيله وما عرفتش شنو كتضربهم ولا اش داكشي
لك قم باسقاط وما عرفت شنو هو راه دي كوره وضرب في الحاجات كتضرب ديك علي هادو واقيلا كتدخلهم في هذا حلو هذيك هادو كتدخلهم كيعطيوك هديه يا زويني هاد اللعيبه عجبوني حتى مبودي في السرير ما حنا محظوظين جينا لهنا صافي من الالعاب اشنا محمد خلاني هل كنشوف الذهب محمد خلي شي نشتيني مشيت كنشوف الذهب وهرت كنشوف الذهب الذهب راه الذهب الذهب مش وقت لا الذهب اخويا داكشي عرفتي داكشي الواحد المحل هنا عنده داكشي فخم داك الذهب الفخم اللي كيخبيو فيه الناس الفلوس زوين شحال زوين وا ردا ذهب ردا ذهب ذهب بين الويده والناس كاين اللي كيشري كاين اللي يحطو ديكور كاين اللي تيخبي فيه فلوسو هما مين واحد يخبي فيه فلوسو يشري ذهب اش لا ذهب ولا جنيه ذهب او اللي هو الزك دابا شنو تشري لي ايه شنو تشري لي خرب اجي كيركب عزيز عليا يركب بحال هاد الركبه برا المهم داك هذاك ديال الالعاب معقوله اسعار لا معقوله ما غاليهش ديال الالعاب اللي دخلنا لي محمود وكبير في الالعاب زوينه ونقي تشارجي بلا كارت اللي بغيتو من 50 جنيه يمكن 100 وشي حاجه بحال هكذا وكيلعب كذا لعبه يعني محمود لعب كذا لعبه وباقي فيها فالمره اخرى نجيبو ان شاء الله المحلات خاويين كيصفروا من اول شهر لا المحلات ناش اول شهر مستوى مش اول شهر انا والله ما نكذب عليك ما كيعجبني هذا الشيء شي كنت خدامه فيهم والله ما تيعجبوني خدامه ومع المر اللي ما كنتش كنلبس هذيك التخربيقات شي حاجه بحال مثلا تجين ولا شي حاجه ما تيجيني داك الشيء على هيل يجيني داك الشيء بحال هكا المهم بنات هنايا صافي كما شفتوا دينا محمود لعب واحد شويه هكذا لانه مسكين تا هو النهار اللي جا تبدلت عليه الدنيا تبدل ولا معصاب ولا شي عاد ولا شي ضراب ولا بحال تبدلت عليه الدنيا ما بقاش لقى الناس دوك الناس اللي كانوا دايرين بيه فقلنا نخرجوا غير واحد شويه يعني باش هكذا يبدل الجو باش يعني المهم يحس راه كاينين الناس مازال صافي ومشينا للدار ديال لوسي طبعا الحال مشينا جبنا لوسي حنا لانه هذيك الطريق بعيده ف يلا وصلنا اسكندريه جبنا ود لوسي خرجنا حتى هو شويه مشينا تعشينا برا مشينا لواحد المطعم كان زوين يلا فاتح حتى هو في داكشي زوين صراحه والاثمنه ديالو معقوله جدا بالنسبه للبنات اللي غيسولوني هذا المطعم راه في محمد سميت محمد نجيب ولا ما عرفتش المهم واحد البلاصه بحال هكذا بحال دايرين شو دوك المعلقين دوك العيبات عجبوني بحال الطابع البدوي ولا بحال هكذا المهم بحال داكشي ديالنا ديال الصحراء معلقين دوك العيبات ودايرين واحد الزرابيات ودوك الديكور زوين صافي دايرين داك يعني حتى الاكل ديالهم اكل اللي هو بحال الاكل ديال البدو البرياني وداك داك الروز داك المشاوي داك الشيء يعني داك الشيء عندهم زوين المندي عندهم داك الشيء زوين عندهم داك الشيء غزال بالنسبه لمحمود غتشوفوني فاش كنكونوا خارجين اولا فاش كنخرجوا يا اما شنعطيه مثلا خضار خيار مطيشه باربا كانوا هنا حطوا لنا الخيار ومطيشه والباربا وداك الشيء هذا الشيء اللي تنعطيه تنمسحو مزيان وتنعطيه اللي كياكلو وكنكون جايبه ليه الاكل ديالو كنعطيه ليه اما ما تنعطيش نهائيا من الاكل ديال برا اولا قبيله شتوني ثاني في الغداء درتو غير واحد شويه ديال بطاطا مقليه وكان واكل يعني كنت مكله انا المقارونيه جايبها ليه في طاسه ما تنعطيش من ديال برا كنخاف يمرض ليا ولا شي حاجه فكنفضل دائما نوكلو قبل اولا نجيب لي الاكل اولا لا لقيت مثلا يعني خضار ولا يعني الخيار وداكشي كنطيه ليا كلو هكذا في ايدي صافي هادشي اللي كاين المهم كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ويتشاركوا معاكم باش كنخرجوا شويه مره في المطبخ مره في الدار مره برا نتمنى يعني يعجبكم المهم هذاك هو لوستي الله يعمرها دار واحد الدريري درويش مسكين كاع ما كيدوي فشكرا لكم نقول لكم مع السلامه نشوفكم ان شاء الله فيديو اخر باي باي